السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام فكري. النهاردة هنعلمكم فيديو للناس المبتدئة اللي لسه بتربي جديد. ولما تروح عند محل القطط وتبقى عايز تشتري قطط او تتبنى قطة، ومثلا تبقى عايز انثى او ذكر، وهو مثلا ممكن يضحك عليك او انت متعرفش الفرق ما بينهم، فالنهاردة هنعلمكم الفرق ما بينهم عشان ما حدش يضحك عليك، وبالذات لما تكون الاطفال او الصغار لسه مولودين. تمام، بيكون سن مثلا 2 3 شهر بالكتير، وحتى لو مولودة هعرفك الفرق ما بينهم، ما بين الذكر والأنثى. طيب خلينا نبتدي الأول إيه بالأنثى الحلوة دي. هي علامة واحدة بس، بتيجي تبص أنت كده من ورا. خلينا بقى إيه نبص جامد، بص من ورا كده، سوري يعني على الصورة بس عشان أعرفك يعني طبعا الفرق ما بينهم يعني. تمام، بص، بتيجي من الفتحه اللي ورا. الانثى هيبقى عندها فتحتين، والمسافه ما بينهم بتبقى قليله. بمعنى مثلا انت تيجي تبص كده، طيب الثانيه ماشي، الثانيه بت اه بص بص كده، ثانيه بس، ايوه شايف الفتحه دي؟ الفتحتين بيبقوا قريبين من بعض. ثانيه بس، اي الفتحتين بيبقوا قريبين من بعض، بيبقوا فتحتين ما بينهم خط صغير كده، فبتبقى المسافة ما بينهم قريبة. تمام، الذكر العكس، بتكون المسافة كبيرة ومش بيبقوا فتحتين مع بعض. احنا هوريلكم دلوقتي اهي. تمام، دي ايه؟ دي فتحتين، الفتحتين قريبين من بعض، ودي الأنثى. تمام، هنجيب لكم بقى ايه دلوقتي الذكر، ونعرفكم برضو ايه الفرق والشكل علشان محدش يضحك عليكم. تمام، طيب اما بالنسبة للذكر بيكون زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام، هو عشان اسود بس مش هيبان شوية، بس تعال 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 تعال، شايفين كده في فتحة واحدة بس، استنى ولا شايفين كده في فتحة واحدة بس، وتحتيها بتبقى زي كورة كده، وده دليل هو ذكر. تمام، اهي تمام، دي فتحة صغيرة واحدة بس، والتانية ايه بتبقى ايه زي كورة صغيرة كده. ده اللي هي الملامح الذكرية بتاعته، يعني الأعضاء الذكرية بتاعته يعني. فده كان الفرق ما بينهم عشان ما حدش يضحك عليكم، وتعرف الفرق بين الذكر والأنثى. احنا ازاي نقدر نميز الذكر من الأنثى؟ أول حاجة تيجي مثلا في القط الصغير ده، وبعدين ترفع ديله وتشوف، انا هتلاقي هنا عندنا الفتحتين قريبين من بعض، فتحه الشرج والفتحه اللي تحت، فده يعتبر انثى. فممكن نشوف واحد تاني وبعدين نجيب ديله كده من تحت، فتلاقي الفتحتين بعيد عن بعض، وكمان في الفتحه اللي تحت او الدايره اللي تحت كبيره شويه، فبيبان ان ده ذكر. ممكن نشوف واحد تالت برضو، ترفع ديله كده، دي الفتحتين قريبين من بعض، فده يبان اللي هو انثى، وهكذا. ممكن نجيب واحد رابع، تمام، نشوفه، ده الفتحتين بعيد عن بعض، فيبان اللي هو ذكر، وهكذا. وبصراحة في حاجة عايز اتكلم فيها، لما تروح تتبنى قطة او تشتري قطة، لو كلنا فضلنا نشوف احلى قطه، ونشوف اللون الابيض، ونشوف القطه الكيوت والعسل والقطقطه وكده، ونسيب الباقي، فالباقي كده مظلوم، محدش هيشتريه. فهي الفكره مش بشكل القطه، الفكره في المخلوق اللي انت بتربيه، الفكره في الثواب او الاجر اللي انت عايز تاخده، مش مجرد اللي انت تاخد قطه مثلا وهي صغيره عندها 2 3 شهر ويكون لونها ابيض، وبعد مثلا وفي الاول طبعا، وتسيب القطط التانيه بتفضل بس تبص على القطط الملونه وشكلها حلو، سايب الرمادي او الاسود او الغلبانه او البلدي وكده. وبعد كده القطه الكيوت اللي معاك دي لما بتكبر بتزهق منها، وممكن تسيبها. فالفكره يا جماعه مش في القطه او في شكل القطه، الفكره اللي انت بتاخد الاول ثواب في القطه اللي انت بتبناها، يعني خدها بالنيه دي، مش مجرد انت جايبها لاولادك عشان يلعبوا بيها. القطه دي مخلوق وروح. يعني في حاجة كمان عايز اتكلم فيها، في ناس معتبرة القطة ان هي عبارة عن حيوان بياكل ويشرب وينام وخلاص. اللي انت مثلا القطة بتجيلك بيحط لها الطبق بتاعها والمية بتاعتها وبتسيبها، لا، القطة لها نفسية،
وليها شخصية. لو انت مثلا اهملتها بيجي لها اكتئاب، فعلا القطط بيجي لها اكتئاب. فالقط بتاعك اللي انت تشتريه او القطة بتاعتك اللي انت تشتريها او تتبنيها، والافضل تكون تبني، مش مجرد ان انت تحط لها الطبق اللي فيه الاكل والمية وتركنيها خالص او تلعبيها كل فين وفين. هو للأسف محتاج وقت فراغ شوية، يعني على الأقل 10 دقايق أو ربع ساعة يوميا علشان ياخد جانب من حياتك، ومش مجرد اللي هو عبارة عن حيوان بياكل ويشرب وخلاص. ف يعني قدموا النية والأجر والثواب في الموضوع ده في البداية، قبل ما أنت جايبه علشان بنتك أو ابنك يلعبوا بيها شوية. وخلي بالكم يعني ما تسيبش القطة بتاعتك لو هي صغيرة 2 أو 3 مع ابنك اللي عنده 2 أو 3، هيبهدلها. يعني عودوا عليها، مش يمسكها يعضها كده وانت تبقى فرحان، لا. خلي بالكم من القطط لأنها برضو كائنات وروح، وربنا هيحاسبك عليها. وأوكي لما تجيبها وهي صغيرة عشان تبقى مع ابنك أو بنتك وتكبريها معاها، أوكي مش مشكلة، بس خلي بالكم ما تسيبوهاش على طول مع اولادكم الصغيرين، علشان انت ما تعرفش ممكن يكون بيعمل فيها ايه، وهي ممكن تكون فعلا متأذية. يعني حاجة أخيرة كمان عايز أقولها، لو انت مثلا القطة بتاعتك خلاص انت زهقت منها او عايز تمشيها، بلاش بلاش توديها محل. لسبب، المحل ده هو اولا مش مستفيد حاجة من القطة، هو هيعرضها لك للتبني، فهو ولا هيهتم بيها ولا هيفرش لها الرمل الحلوة او الاكل الكويس النظيف. هتلاقيها موجودة في قفص صغير هو راكنها، هو مش فارقة معاه، لأن هي هو مش مستفيد منها. فهتلاقيه مثلا، حتى لو لاحظتوا تروحوا في المحلات، لو حد قالك والله القطة دي للتبني، هتلاقيها مكتئبة ومش نظيفة، غير القطة اللي هو عارضها في قفص كبير وواسع ونظيفة، واحتمال يكون حاطط لها مثلا بودرة ريحة كمان معطرة عشان اللي يجي يشوفها يعجب بيها. فهتلاقي الفرق ما بين الاتنين، ان القطة المتبنية اللي هو مستني حد يجي ياخدها مهملة جدا، مش متنظفة، شعرها منكوش مش مقصوص، ضوافرها مش مقصوصة، هتلاقي ريحتها مش حلوة، هتلاقيها في قفص صغير، ويعني ممكن تلاقي أصلا 4 5 قطط في نفس القفص، لدرجة إن أنا شفت مرة قطة نايمة في الليتر بوكس اللي هو الرملة، لأن ملهاش مكان في القفص. فأولا حاول لما تروح محل، شوف الأول المعروض للتبني، حاول تخلصه من مأساته اللي موجودة، لأن دي أزمة بالنسبة له. تاني حاجة، لو انت هتعرض قطتك للتبني، اعرضه على حسابك مثلا في تويتر او انستجرام او فيسبوك او ايا كان، لشخص اخر او واحدة زميلتك او واحدة صاحبتك او واحدة على الانترنت. ممكن تراعي القطة، مش مجرد تاجر، لان المحلات هم تجار طبعا، هم عايزين يكسبوا مش مشكلة، لكن في منهم كتير كتير القطة اللي بياخدها عشان للتبني، لو مش هيبقى منها فايدة، وفي نفس الوقت هو مستحرم يرميها، فبيحبسها في قفص وعبارة عن حيوان يعني صامت. فيعني خلي بالكم، يعني خدوا الكلام محمل جد، لأن القطط مش مجرد فقط حيوان بيمشي، هو روح برضو، وأي حيوان بيمشي هو روح. وحاول يعني تكون رحيم بيه، وانتوا عارفين السيدة اللي ربنا أدخلها النار علشان حبست القطة، ولا منها سابتها تاكل ولا منها كانت بتاكلها، فده في قطه صغيره وكانت حبسها. ف يعني انمو كده بالموضوع، اللي هو يكون في اجر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وتؤجرون على النيه الاول. وعايز اقول لكم حاجه كمان بقى، ده معايا من زمان. يعني انت مثلا لما تكبر والقط بتاعك بيبقى معاك، يعني بيبقى خلاص يعني بيحس بالعشره معاك، يعني ف يعني بيبقى تحت امرك خالص، تحت طوعك. هات قطة أو قطة يكبر معاك. على فكرة القطط اللي بتبقى في البيت بتعيش من 15 ل 20 سنة، غير القطط بتاعت بره. القطط بتاعت بره اللي في الشارع، اللي بيقولك القطط ملهاش إلا في الشارع، بتقعد سنوات قليلة جدا، ممكن 5 6 سنين بالكتير. ليه؟ لأنها بتكون مفيش مراعاة ليها. لو تعبت أو جالها مرض، محدش بيراعيها، محدش بينظفها، بتاكل أكل ملوث مسمم. وانت اصلا على فكرة، القطة لو اكلت حاجة حلوة حلويات يجيلها تسمم، لو اكلت حاجة فيها بصل وثوم يجيلها تسمم. فتخيل بقى اكل اللي بره بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى مثلا بقايا الاكل اللي فوق مثلا معمول بالبصل ومعمول بالثوم، وفي مثلا حتة شوكولاتة قديمة او حتة حلويات قديمة مرمية.
هما بيضطروا ياكلوها لانهم مش بيلاقوا حاجه تانية ممكن ياكلها. تلاقي القطه اللي بره دي ممكن تاكل اي حاجه، وبالتالي عمرها الافتراضي او العمر بتاعها بيكون قصير جدا. ممكن قطه ما تكملش سنه او اتنين وبتموت، لان مفيش حد بيراعيها وبيعالجها. لكن القط اللي بيكون في البيت، اللي هو اساسا ان هو المفروض بيكون في البيت، ممكن يقعد معاك من 15 ل 20 سنه والله. وعلى فكره اعمار القطط بيبقى مختلفة شوية. يعني مثلا القط بتاعك لو عنده 5 سنين، ده معناه اللي هو عنده 36 سنة أو 35 سنة، تمام؟ ممكن يكون القطة بتاعتك أكبر منك. فالقط اللي عنده 15 سنة هتلاقي عنده 60 سنة بمعادل عمر الإنسان. القط اللي عنده 20 سنة ده تلاقي عنده 70 سنة أو 77 سنة. خلي بالكم، فهي الأعمار بتاعت القط بالطريقة دي ممكن تشوفها على النت. يعني بتكون مثلا لو القط ده عنده سنة، ده معناه لو عنده 10 سنين مثلا أو 7 سنين بالنسبة لك أنت كبشر يعني. فاتقوا الله في الحيوانات بشكل عام، لأنها روح وهنتحاسب عليها كلنا يوم القيامة. ولعل قطة ولعل قطة أو كلب أو أي حيوان يكون سبب في دخولك الجنة. استنونا الحلقة الجاية. السلام عليكم.